وهلأ فقرتنا لكل الشباب اللي عم بيحاولوا يبحثوا عن عمل، هل فكرت من قبل ما هي متطلبات سوق العمل وكم دورة تدريبية يمكن أن تضعها في خطتك من أجل تنمية قدراتك ومهاراتك وتؤهلك للعمل في أكثر من مجال؟ والمهم كيف يمكن أن تحصل على فرصة للتدريب وبالتالي الخبرة للحصول على فرصة عمل؟ هذا الشيء رح نعرفه اليوم مع ضيفنا الدكتور منير عباس رئيس جمعية الموارد البشرية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك وصباح الخير للمشاهدين. أهلا وسهلا بكم. يسعد صباحك دكتور منير. صباح الخير يا أهلا بك. يعني بالبداية يمكن كثير من الشباب المقبلين حاليا على سوق العمل بيسألوا نفسهم هل أنا قادر أدخل أعمل دورات تدريبية وقديش مهم التأهيل؟ إذا ما عملت تأهيل ما بحصل على وظيفة؟ هذا السؤال يمكن بشكل إشكالية. برأيك هل الشباب اليوم بحاجة ماسة لحتى يقوموا بتدريب وتأهيل قبل الدخول لسوق العمل؟ خلينا أول شيء نعرف الجمعية شوي صغيرة مشان اللي ما تابعونا أو ما عنده فكرة. جمعية أهلية مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اسمها جمعية إدارة الموارد البشرية. وأحد المشاريع اللي عم تتبناها هلأ هو التدريب داخل الشركات بالتعاون مع المنصة اللي هي كمان تابعة للجمعية، منصة الجوب جيت. التدريب هو عملية مستمرة، هيك تعريفه. ما في شيء اسمه تدريب واكتفيت بالتدريب، كل يوم في نيو تكنولوجي، كل يوم في مهارة جديدة، كل يوم في معرفة جديدة، فلا يمكن الوقوف عند حد معين. فالتدريب مو بس ضروري للشباب، لكل واحد داخل سوق العمل. نحن كل يوم نتدرب، وبيصير هلا بالخاص بهالسرعة هي عم تتقادم معلوماتنا بين شهر وآخر، فما عاد في مجال انه ما نتدرب. ما بالك عنصر الشباب الدم الجديد اللي داخل لسوق العمل لازم يفوت مؤهل مطلوب منه كثير. فالشيء هذا كمان هذا جزء تبع سوق العمل، ولكن المطلوب من الشاب نفسه او من الصبيه انه يكون هو عنده استعداد انه التدريب ضروره وعمليه مستمره. ما في شيء اسمه انا تدربت وصارت صالحه هي معلوماتي لعده وظائف او لقدام سنه او سنتين. فمن هالمبدا هذا التدريب هو وسيلتك لدخول سوق العمل. التدريب اللي تبنيناه نحن بهذا المشروع هو تدريب من نوع جديد بسوريا، انه التدريب للوصول لوظيفه حقيقيه. فالتدريب انك تتدربي مو مشان تاخذي فقط شهاده تدريب، ولكن التدريب حتى تكملي مع الشركة وتحصلي فرصة وظيفية مستقرة. يعني وليس التدريب الهواية، وليس التدريب الاستاج اللي آخدينه اللي احنا ونحطه على سيفياتنا فقط. فهو التدريب بمفهوم جديد عنا، وهذا الشيء اللي احنا عم نزرع المفهوم وضرورة. أصلا بالمجتمعات الغربية لا يمكن إيجاد أي وظيفة إلا إذا تمرنتي وتدربتي بالمؤسسة اللي بدك تشتغلي فيها. ما حدا بيفوت يعني حدا جديد على المؤسسة إلا إذا كان عم يختبر مهاراته، مجربه بكل الظروف. فالوسيلة هي المرحلة الانتقالية بين الشخص خارج سوق العمل إلى وظيفة حقيقية، هي الفيز الصغير اللي هي التدريب. أكيد كثير من الشباب بيقولوا أنا معي شهادة جامعية فمالي مضطر أتدرب، يعني أنا عندي المفتاح الأساسي لأي وظيفة ممكن أنا أشتغل عليها. خلينا نحكي أهمية التدريب الأكاديمي للشباب، خلينا نحكي عن هذا الموضوع أنه أنا معي شهادة جامعية، ليش لا أدفع مصاري وروح أتدرب بشكل أكاديمي؟ تمام. اولا نحن هذا التدريب نحن اللي عم ندفع اجره، يعني نحن هلا حملنا عن عاتق الشركات موضوع راتب هذا المتدرب اثناء فتره التدريب، قد تطول الى 3 شهور، احيانا اذا بحاجه ل6 شهور. فالمشروع تبعنا اللي هو اسمه جيتس فري، يعني البوابات الثلاثه، هو بدعم وتمويل من اليو ان دي بي، البرنامج الامم المتحده، بالتعاون مع جمعيه اداره الموارد البشريه. نحن راح نشيل عن عاتق المؤسسه راتب هذا المتدرب. طبعا مو هالراتب يعني اللي ممكن يحقق ثروه منه الواحد، ولكن بيأمن دفع المواصلات وجبته اليوميه كامله، وبيعمل سيفنج شوي صغير مدخرات، يعني شويه مصاري، ما هو الراتب اللي خلينا نقول منافس جدا. ولكن لمتدرب نحن متعودين انه احيانا تروحي تتدربي مجانا، فلذلك احيانا عبء الحياه هلا والمواصلات صارت اكبر من طاقه خريج جديد. فنحن راعينا هذا الموضوع، فهالموضوع مغطى. الشغله الثانيه حاكين مع الشركات انه يتعامل هذا المتدرب مو لانه هذا المتدرب عن طريق هذا المشروع مدفوع اجره انه ما يتعلم، لا، بده يتعامل معامله الموظف الحقيقي، يعني حيعيش بيئه العمل الحقيقيه. والتدريب هذا عباره عن، قلت لك، بيفرق عن التدريب الاكاديمي اللي هو الاستاجات اللي بنعملها نحن احيانا كترفيع ماده مشروع تخرج او تشريع ماده التدريب المهني او اعطاء بعض الاضافات لمواد علميه داخل الجامعه.
هذا تدريب حقيقي، فلذلك الشركة رح يقدم عليها المتقدم للتدريب، حتقابله مثل مقابلة سوق العمل تماما، يعني حتاخذ من 20-30 متدرب 4 أو 5 متدربين وتاخذهم فوتهم فرصة حقيقية ويعيشوا الجو تبع الشركة حقيقي، ما حيتمثل عليهم جو مشان ما يفرق عليهم بكرة وقت يستمروا مع الشركة. الشيء الوحيد اللي بيفرق عن برامج التدريب العادية انه نحن سهلنا له الطريق، الشركات فعلا بدها هي الاشخاص كوظائف دائمة، اعلنت عنا كفرصة تدريبية، فكل شخص بيروح عن طريق برنامجنا يعرف انه ممكن يكون بهي الشركة كموظف دائم وليس فرصة تدريبية، يعني ففايته بنفسية مو يتدرب وياخذ شهادة تدريب، فايته بنفسية انه هي الشركة اللي بدي اشتغل فيها. يعني دكتور، يعني اليوم ونحن عم نحكي عن هي التفاصيل، هي تفاصيل كثير مهمة، يمكن انا وغيري من الشباب وقت كنا بالجامعة كنا مثل ما بيقولوا نصمت لحتى نروح نعمل دورة تدريبية لنقوي مهاراتنا، او نروح نشتغل شغل تدريب حتى من غير راتب بس لحتى ناخذ خبرة، لحتى لما ننتقل للشغل الحقيقي يكون عندنا قدرة ومؤهلين. فاليوم التدريب عم بيوفر مواصلات، طعام، شركة، فرصة عمل حقيقية، هذا شيء يمكن بيحلم فيه اي خريج جامعة. اكيد بالظروف هي بالذات اللي هو الشخص ما انه قدران حتى انه يروح يعمل هيك شيء بمبالغ مالية بنعرف قديش ممكن تكون مكلفة. شو الاختصاصات اللي ممكن اليوم كل عم يتابعنا من الشباب، يعني في اختصاصات معينة ضمن طبعا هذا المشروع ولا لا جميع الخريجين ممكن يستفيدوا من هالمشروع المهم؟ تمام، خليني نوع عن شغلة، انه اول خطوة للدخول لهذا المشروع نروح على منصة الجوب جيت اللي هي www.jobgate.sy jobgate.sy. بنفوت بيطلع لك ابلكيشن، هل انت شركه ولا انت متقدم للعمل؟ اذا انت شركه طبعا فيهم يعلنوا عن وظائف والتدريب اللي عندهم، وهذا الشيء بيأهل انه يكون في عندنا فرص كثير، وفي عندنا كثير لهلا في عندنا فرص تدريب اكثر من 68 فرصه تدريبيه موجوده حاليا لسه بدون الاعلان عن المشروع، المشروع بلش ب 14 باط يعني ما صار له شيء 4-5 ايام. والخطوه الثانيه بس يسجل طلب التوظيف، كمان في يروح اي حدا عم يشاهدنا هلا يروح على مركز تمكين الشباب الموجود ببرزه بحاميش، هذا تابع لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل بالتعاون مع اليو ان دي بي، كمان يعمل طلب خطي كتابي يسجل، فعنده مدخلين للمشروع، بيكتب انه بدي فرصه تدريبيه، قلت لي شهادات، الشهادات كلها مفتوحه للتدريب، شو ما بتطلب الشركات نحن حنقدم لها، يعني اذا الشركه بتيجي غذائيه تقول لي انا بدي حدا موظف جودي على الخط او حدا يشتغل على خط الانتاج هيك مواصفاته، بنفس الوقت تجيني شركه اي تي تقول لي بدي مهندس اي تي، هن اللي بيطلبوا فرصه تدريب، فالكل متاح لكل شيء، انتم مثلا قناه اخباريه اعلاميه او هيك شيء، بدنا متدربين بمجال هيك يوقف وراء الكواليس يعمل اضاءه، انت بتعلني عن هالشيء هذا نحن بنجيب لك المتقدم عليه، فالشهادات كلها موجوده، الكل متاح الفرص التدريبيه للكل، اعتبارا من بكالوريا فما فوق، لانه نحن لقينا بسبر صغير، لقينا انه البطاله اكثر عند الجامعيين وخريجين المعاهد من المهنيين في الوقت الحالي. طبعاً. فلذلك صارت البطاله محصوره هون، في خريجين كثير عم يجوا على سوق العمل، يعني خلينا نقول المؤسسات كلياتها عم تصب بسوق العمل، عم تحط كثير خريجين، هدول الخريجين هن اللي صارت عندهم هلا البطاله حاليا بهالوقت الحالي. اما المهنيين لا بالعكس، احنا بتلاقي اي مهني عليه الطلب اكثر من اي خريج جامعي. وانا مو ضد انه مثلا حتى خريج الجامعه يمتهن مهنه معينه بفتره انتقاليه من حياته، كل وقت درسنا برا اشتغلنا مهن هي ما لها قريبه ابدا للجانب الاكاديمي تبعنا، عن طريقه قدرنا نمول دراستنا، وهذا الشيء طبيعي كثير ببدايه حياه المهنيه لاي شخص. فلذلك بشجع الكل يفوتوا على الموقع jobgate.sy ويروحوا على مركز تمكين الشباب ببرزه، يقدموا مو بس مركز تمكين الشباب ببرزه، في 7 مراكز تمكين شباب بالمحافظات، يعني مثلا بكل محافظه في بيروح الشاب او الصبيه يعملوا طلب توظيف كلياته، البحث عن فرصه تدريبيه او فرصه وظيفيه ويوصلوا للبرنامج، ونحن بنفس الوقت يعني هن حيتقدموا على فرصه وظيفيه كامله، ما في حدا حياخذهم بايدهم، نحن سهلنا لهم كل الطرق. أوجدنا لهم فرص تدريبية داخل الشركات، وبنفس الوقت أوجدنا لهم الطريقة للاكتتاب عليها، والمفاضلة هي بتعود بينهم وبين الشركة اللي هي طالبتهم. تمام، طيب خلينا نحكي عن العمر المفروض يكون، شو هي الشروط للشباب يقدروا يقدموا عنكم؟ شو هي الشروط الطالبة؟ العمر من 18 تمام ومفتوح. يعني هلا هالايام ما فيني اقول انه بس العاطل عن العمل هو الشخص اللي تخرج من الجامعة حاليا او من المعهد، عندك في اشخاص
عم بتغير وظائفها ما عاد قدرت تتمكن بإيجاد فرصة وظيفية، هاد ما زال خريج وعاطل عن العمل، فما فيني أنا أجي حصرا استهدف فرصة مثلا فئة عمرية معينة، أنا بحسه ما في عدالة بالموضوع. فالفئات العمرية مفتوحة، مين ما هو شخص جامعي أو عنده شهادة معهد قاعد ما عنده فرصة وظيفية، حابب بعض الأحيان تجي على بالك تغيري الكارير تبعك، يعني تلاقي فرصة وظيفية بعيدة عن مجالك وتلاقي نفسك فيها، بتلائم الوضع الراهن. أحيانا بتعرفوا بعض المهن بيخف الطلب عليها، فبيضطر الشخص أنه يغير مهنته. فهي فرصتك أنك تفوتي فرصة تدريبية وتجربي حالك، هل حتحبي المهنة اللي أنت حاططيها بذهنك؟ أحيانا بنحط كتير فرص مهنية بذهننا، على الواقع بنلاقيها ما بتشبهنا أبدا. فالفرصة للدخول لاختبار الشخص انه بيلائم مهاراته وقدراته، هالفرصة المهنية الجديدة له، هي فرصة التدريب داخل الشركات اللي هو برنامج الانترنشيب. فالانترنشيب هو شغلة كتير اعتيادية برا، وهالشيء هي ثقافة لازم تكون، لازم كل شركة من الشركات بتمنى عليهم يفتحوا فرص تدريبية على مدار السنة، ليس فقط بالصيف وقت يخف الطلب على منتجاتهم أو خدماتهم. هي شغلة مستمرة، هي دم جديد، هي اختبار حقيقي لشخص أنا بدي إياه يتوظف عندي، بنفس الوقت عم بختبره من باب التدريب. فهالشيء الاثنين بيأرجوا عن بعض أفضل شيء عندهم. لا الشخص ملزم بالشركة ولا الشركة ملزمة بالشخص المتدرب، فالاثنين عم يختبروا بعضهم بجو حقيقي جدا. يعني يمكن هي الفرص هي جدا مهمة، وخصوصا نحن هلا عم نسلط الضوء عليها، هي مو أول مرة نحكي عن المنصة، ولكن نحن عم نرجع نعيد ونكرر، لأنه يمكن في كتير حاليا من الشباب بيكونوا تايهين بالفترة الأولى، كيف بدنا نتوجه، شو الطريق اللي ممكن يستقبلنا، حتى مثل ما قلت في شباب بيضطروا يشتغلوا أشغال تانية لأنه ضمن اختصاصاتهم الأكاديمية ما لقوا الفرصة المناسبة. كمان أنتوا بتعملوا حتى يمكن شيء حتى للشركات، الشركات تعرف تختار موظفين لها، كمان خلينا نحكي عن هذا الشق لأنه أيضا مهم. كمان نحن هلا احد الجهات الداعمه لحنا لمشروع كثير مهم هلا اسمه معرض التوظيف باستخدام الواقع الافتراضي. هذا بتمنى على كل الشركات يشاركوا فرصهم الوظيفيه والتدريبيه على هذا المعرض. المعرض هذا بدعم كمان وتمويل من الامم المتحده من برنامج اليو ان دي بي، وبدعم من يعني هن داعمين له تقنيا وماديا وتمويليا وكل شيء، ولحنا الجهات اللي عم تجيب الشركات والاشخاص اللي بدهم يدوروا على فرصه وظيفيه. شو بيفرق هذا اللي عم يستخدم هذا معرض فرص العمل الافتراضي؟ نحن مسمينه الفيرتشوال رياليتي، يعني الواقع الافتراضي. انت بتيجي كمتقدمه على العمل عم تبحثي عن وظيفه، بينزلوا لك، كمان حننزل لهم التطبيق، حيكون منزل على الموبايل اندرويد وايفون الاثنيناتهم، وبنفس الوقت مو ضروري يكون عند الباحث عن عمل اي لابتوب للدخول، من موبايله هو عم يعمل اي سيرفينج لاي شغله على الانترنت في فوت على المعرض التوظيف. هذا حيكون مدته 3 ايام بالاسبوع الثاني من شهر اذار، بتفوتي عادي كانك انت بتعملي نوكينج ذا دور، بتدقي على الباب وبيستقبلك حدا من الشركه حقيقي قاعد بقلب الشركه، فاتح معك مثل برنامج قريب للسكايب، بيعمل معك مقابله مباشره انت وبيتك، انت وباي مكان بالموقع الجغرافي. شباب جهزوا حالهم وقت يفتحوا الموبايل، لازم تفتحوا الموبايل يعرفوا انه في شخص حقيقي قاعد وراهم، لانه بنفس الوقت احنا مرتب المشروع والمهندسين التقنيين فيه انه يكون في اشخاص مناوبين من الساعه 1 للساعه 6 بعد الظهر يشوفوا ويقابلوا الاشخاص اللي هن عم يتقدموا على فرص عمل وفرص تدريبيه ويقابلوهم بواقع افتراضي. فلذلك بيفرق هذا المعرض انك انت حتفوتي تخوضي تجربه مقابله عمل وبحث عن عمل بواقع شبيه جدا جدا للواقع الحالي، وهذا الشيء لأول مرة عم يتقدم هذا المعرض، ونحن كثير بنتشرف أن نكون أحد الجهات الداعمة كجمعية. وعندنا هلا كبرى الشركات اشتركت بالمعرض عن طريقنا، أفضل شركات الاتصالات الموجودة عندنا، أفضل الشركات الغذائية، الألبسة، الآي تي، كل الشركات، يعني حيفوت هذا الشخص ومجانا يبحث عن فرصة وظيفية وتدريبية بواقع افتراضي، وإن شاء الله بننجح فيه، وبنتمنى عم نحاول نهيئ له كل عناصر النجاح، يعني ما بقينا علينا غير نجاح الحقيقة، كثير عم نبذل جهد عليه. بدي بس نوه عن شغلة إذا بتسمحوا لي. جوب جيت هي منصة بتقدم تدريب مجاني طول السنة، فهي مثل منصة كورسيرا، مثل منصة إدراك،
فهني بيفوت اي باحث عن عمل او المهتم بالتدريب بيحضر افضل الكورسات مجانا عم نعطيها. انا احد الاشخاص اللي بعطي دورات تدريبيه مجانيه كلياتها على الجوب جيت، غيري في اسماء كثير مرموقه ما بدي اعلن عنهم لحتى ما اروج لهم، بس هني مجرد انه يفوتوا على هي المنصه بيحضروا تدريب راقي جدا، تدريب عالي المستوى، ما عندنا ولا حدا من الهواة بيدرب، كل ناس بروفيشنال جاي من سوق العمل وعم تعطي جزء مسؤوليتها المجتمعيه عن طريق تدريب مجاني. فبتمنى عليهم مثلا حتى هذا المشروع اللي عم نعمله تدريب داخل الشركات، نحن في فيز قبله، في مرحله قبله، بدنا نعلمه كيف يكتب ذاتيه وكيف يتجاوز مقابله العمل. تمام، حيخضع لدوره تدريبيه مدتها من يومين لخمس ايام حسب حاجته لها، بعدين حنقدمه للوظيفة. يعني ما حيروح هو شخص ما عامل أي شيء إنه بس فايت على الموقع، كمان حننسقل شوية مهاراته ومجانا له، فحيفوت حيستفيد إذا ما حصل فرصة وظيفية، حيعرف تماما كيف يبني سيرته الذاتية، كيف ملاحظات مقابلة العمل يجتاز أهم النقاط اللي ممكن يوقف عند المتقدم للعمل، حياخد شوية مهارات تواصل يتحدث، فالمكسب دائما مع الشخص. يعني كسبان على جميع الأحوال. أكيد بدنا نصائح أخيرة لكل الشباب اللي حابين يتقدموا لفرصة العمل، وكمان بس سؤال، مثلا عمل مقابلة العمل هذا الشاب ويمكن أنتم ما ترفضوا، ما حبيتوا المؤهلات، ولا كل الأشخاص أنتم حتقبلوها، كل الشباب وأنتم حتأهلوها وتحطوها بالمكان الصح، كمان هذا بالختام. تمام، هلأ هقول لك شغلة استفادها كثير المتقدم للعمل حتى لو ما اتصلت فيه ولا تليفون الشركة. أولا عرفته على منصة عليها مئات الوظائف وصار عنده أبليكيشن عليها، فإذا مو هاي الوظيفة في غيرها من الوظائف على مدار السنة 24 ساعة والشركات كلها معلنها مجانا. تمام، بس كمان في سؤال، المدة مشان الشباب ما يكون في عندهم كمان أنه أمل ينطروا على الفاضي، أنت مثلا خلال أسبوع ولا فورا بعد انتهاء مقابلة العمل أنتوا بتقولوا لهم أنه لا، أنه هلأ أنه نحن هلأ مالنا بحاجتك بهالفترة، الفترة المقبلة ممكن يكون. يعني أنت بتعطون الجواب الصح مشان ما يتأملوا على الفاضي. لا، أنت عم تقدمي على عدة وظائف، مثلا إذا أنت عجبتك 10 فرص تدريبية بخمس شركات، بتروحي بتقدمي على خمس شركات، أنت اللي حيجيك التليفونات، أنت اللي عم تتقدمي بدك تخبرينا أنه أنا اخترت هالفرصة التدريبية عند الشركة. ولحنا كمان كل نهاية شهر عم نعمل عملية statistical مثلا research، أنه عملية بحث إحصائي كل واحد من المعلنين كم فرصة تدريبية تعبت خلال الشهر. مدة البرنامج كلياته 8 شهور. اللي احنا عم نعمل بايلوت بروجكت، يعني عبارة عن خلينا نقول مشروع رائد بناء عليه حيصير برنامج ومشروع وطني إن شاء الله. الشغلة الثانية اللي احنا إذا ما استفادوا أخذ فرصة تدريبية، هو راح على مركز تمكين الشباب، هذا مركز تمكين الشباب بيقدم خدمات شبابية، يعني خلينا نقول أنه تجتاز الـ 14 خدمة شبابية، منها ريادة الأعمال تدريب مجاني، منها أعطاء منح وقروض لبداية مشروع، كثير شبابنا ما له عارفانين، فبنصحهم عبر شاشتكم انه اشتغلوا على حالكم انتم، يعني في جزء من الجهات اللي بدها تساعدكم، ولكن فيني اقول لك 90% هو الشغل عليك. أكيد. يعني انت بدك تبحث عننا كيف ممكن نحن نفيدك. نحن بدنا نمد ايد وانت بدك تمد ايدك. بده يمد كل قوى، بده يعني بده هو ينشل حاله من خلينا نقول جهه البطاله، هو ينشل حاله من مهنه ما بده اياها اشتغلها لانه ما لقى فرصه وظيفيه، فانت بدك تحط حالك بالمكان المناسب حتى نقدر نساعدك. أكيد. بالختام نشكرك دكتور منير ونقول يعطيهم العافية لكل طبعا المشتركين ضمن المشروع الرائد اللي عم تشتغلوا عليه هلأ، بنتمنى التوفيق لأنه هو فرصة لكثير من الشباب أولا وأخيرا. شكرا لك. شكرا لك، نتمنى لك كل التوفيق. أكيد شكرا. بتشكركم وبتشكر كل الجهات الداعمة معنا، بتوجه لهم بتحية كثير كبيرة، شكرا لألون وشكرا لمسؤوليتهم المجتمعية معنا. شكرا لك.